كردونه تتمسش تتبخته تمسح تخبر ما انتي ما عادش فاهم بعدت الزاز يا مرتي العيش الطوى على 100 جرام سكر راي سحرتها مع هذيك الصوت ده يا مش غريب علي ماما مية يا اما واحد عامل عركه يا اما صوت باباي باباي واخر غادي كان باباي 7 سنتيم مية مانكي مية مانكي 7 سنتيم باباي ولدك انا عمر نسيتني اي ما تفكرش روحي جبت راتكي مرات هذا باباي ولدك عمر كنت في غربه صدق ترى هاي الفتشه بتاعتك باباي تحب تتاكد الي انا ولد اي نعم شد عندك هوم ميمتي عمر ولدي روح من الغرب باباي عمر ولدي روح يا يوبي اخواتي يا يوبي عمر ولدي روح من الغرب يا نابولي ميمتي باباي جو عمر ولدي روح باباي 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 تضرب بابايك اللي ما تحشمش فيك فيك باباي تضرب بابايك فيك فيك باباي مين مانكي توحشتك برشا وقت ايش روحت بورتو فالينو ديل بورتو ديل الفجر وصلت وين تلبس عليك لبس نبروك لبس الغرب لبس جماعة لبس جماعة لبس جماعة لبس جماعة لبس جماعة حاضر نسوين غادي في الوراق اوه ماما مين ارطب مزازي امك بورتو فالينو باباي غاديك اتبشي تنساها تزي امك لا لا نسازي ما نساهاش لا مستحيل الزازي ننسى نثبت باباي مستحيل الزازي نبدلها بمراوخ يعني انت شاد في كلمتك يعطونيش 20 راسخ نم لا ما نبدلهاش الزازي يا مرتي شاهد علي الزازي ماء وملح شاهد علي الزازي ماء وملح شاهد علي ابش مريك ابش مريك كان يعطوني 580 ابش مريك مارتي يا ماري نيسكا لا ما نبدلهاش فاي ما نبدلهاش فاي فاي لا ما نبدلهاش فاي قولوا لي الزازي ما بدلهاش جمالنا ريتو ما نبدلهاش الزازي يا مرت باباي ما نبدلهاش باباي ما نبدلهاش الزازي يا مرت باباي يا موري برانتا فمستاري ناري ناري ايش منا شوية ايش منا شوية اش وليد كدر باباي منين انت بنيتي ايطاليان حليلي ناري علي لمي اسمعني اش وليد اسمعني يا جوليد اخي عندكم نفس الصبه غادي باباي باباي كلها بورتو فارينا كلها انا لا صقرني مليح هذاك الباسبور نيت قلت لك هذا الباسبور نيت هذا الباسبور شو وصلنا في الخطر باسبوري نيت نعطيش باباي هات هات كبدا بشومة هات الباسبور كبدا بشو هات الباسبور ليتو ماما مسعد اسمعني يا جوليد النعشات هون وبين عينيك والزاز يا امك حطها في عينيك تحب تبيحها بيح تحب ترهنها رهنها فاش تقول بابا تحب تصدرها صدرها الخير انا حطيتها للكرا 65 سنه ما جا حد كرا ما كسروني سباجيتي وماشي بابا ماشي اجلن اجلن انت تو تعرفها تالي ومش تهبط في تالي كيفاش تهبط تهبط في الرومبوام قابل كوش من غير برافو برافو ورا فورتونا من تعرف تعرفها تالي فيلم نام ليتها فيلم نام برافو ما تقوليش مخارج لوراف يا بابا حاجة أغلى بحس في قيمتها كان في الغربة بابا الله الله ما حطني أكلت لك حسابك ونحيت لك جاج وخوخ بطبقايا من سليت بغبش بابا حاجة كانت تشوفها عينيك ما تدمى وحدك تروري هاتا مع محمد هاتا تحب تشوف شفاها شوف وحدك سكوزا سكوزا كلمني بعد أوكي تلقاني في الأوتيل بعديك وليدي شدك تبتيشي وليدي هيات جايبها كاليتيز باهي جايب لي عالم وليدي جبت لي عز كادو في حياتي باللي سرقاها وباللي نهباها وباللي جرحاها تبقى الغالية والعزيزة وما يدوم في الواد كان حجره وليدي يعطيني عكازي ونعيجاتي والوراب كتواتي تونس الحنينة تونس البية والخضرة نحبك يا بلادي الله يبارك لك وليدي الله يبارك لك وليدي الله يبارك لك الله يبارك لك وليدي الله يبارك لك وليدي ما زلنا مواصلين مع باقي فقرات برنامج الوان وتوا باش نستقبلوا سي مهدي عمار مدير المدرسه العليا الخاصه للتكنولوجيا الاعلاميه والتكنولوجيا ESGTEC ما فهمش ما اصعب من هكا ESGTEC مرحبا بك سي مهدي ليكول سوبيريور دو جيني انفورماتيك التكنولوجي اوكي اي فهمنا بالكدا بالكدا سي مهدي فما توا برشا دراسات ياكدوا اللي
عام 2030 تقريبا فما 80% من الخدم اللي قاعدين نشوفوا فيهم اليوم يفون ديسباريتر، ما عادش موجودين. بالضبط. دونك من هوني جات الفكره نتاع الفاكولتي هذيا، كتنجم تحكي لنا اكثر؟ بالضبط، نرجع للدراسه قبل كل شيء. دونك كلامك صحيح، حسب دراسه قام بها بول امبلوا فرنسا اللي هو يتبع وزاره التشغيل في فرنسا، 85% من المهن لسنه 2030 ما همش موجودين في الوقت الحالي. كنحكيو 2030 معناها 8 سنين معناها هذه شيء 8 سنين اخرين الادارات يظهر لي حاجات كيما هكا، كل ما هو ذكاء اصطناعي، كل ما هو روبوتيك، كل ما هو واقع افتراضي باش يخلق تغيير كبير برشا في سوق الشغل في العالم وفي كل الدول. اكزاكتومون. دونك الطلبه توا اللي باش يمشيو الفاكولتي يلزمهم يحطوا في عين الاعتبار الواقع الجديد. بالضبط. دونك بالضبط. فوتر فاكولتي ESG Tech. اوه حفظتها. دونك درست الموضوع وفكرت في الحكايه هذيا. بالضبط. كان نعرف قبل كل شيء بالجامعه نتاعنا. الجامعه هي المدرسه العليا الخاصه للعلميه والتكنولوجيا. هي جامعه خاصه معترف بها من وزاره التعليم العالي ومرخص لها بطبيعه الحال. الجامعه نتاعنا مختصه حصريا في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وتعتمد نظام تكوين ليسانس ماستر، وتأمن 5 مسارات جامعية اللي هما ليسانس اون جيني لوجيسيال اي سيستم دانفورماسيون، وأربع ماجستيرات، ماجستير دونك ماستر بروفيسيونيل اون داتا ساينس، ماستر بروفيسيونيل اون سايبر سيكوريتي، ماستر بروفيسيونيل اون سيستم امباركي اي اي او تي، وماستر بروفيسيونيل اون ديفلوبمون لوجيسيال سيستم دانفورماسيون. دونك حتى لي بارون تاعو اللي ما فهموا حتى شيء، سي سا لي ميتيي دو لافونير. اكزاكتومون، هذوما هما مهن المستقبل. تو يمكن واحد يسمع بكلمه يقول لك يخدم داتا ساينتست، ولا يخدم انتجراتور اي او تي، ولا يخدم اركيتكت بيج داتا، ولا يخدم اكسبير اون سايبر سيكوريتي. هذوما هما المهن نتاع المستقبل اللي اونتروتر الجامعه نتاعنا تركز عليهم، تركز واللي عليهم هي توجدت، واللي هما لي ديبلومي نتاعنا باش يكونوا مختصين في المجالات هذوما. بالضبط. مهم برشا انه الطالب كي يدخل يقرا في فاكولتي يبدا متاكد اللي هو وقت اللي باش يخرج لسوق الشغل باش يلقى خدمه تستنى فيه. بالضبط. دونك انتوما في الفاكولتي في الاو اس جي تيك خممتوا في الموضوع هذا، لكن انا نحب نلقى بخلاف اللي اوكي فما سوق شغل، شنو كيفاش خممتوا في المستقبل؟ معناها شنو الحاجات اللي عملتوهم باش انا نبدا متاكده اللي اون فوا قريت في ليتابليسمون نتاعكم في الاو اس جي تيك باش نلقى خدمه؟ بالضبط. دونك فما شراكات دوليه، فما بالضبط. اول حاجه نحب نقول من ميزات، يمكن من الميزات نتاع الجامعه نتاعنا، انه اغلب مؤسسي الجامعه هذه هما اساتذه جامعيين ذوي خبره يدرسوا في أكبر الجامعات التونسية والأجنبية. وكذلك معانا زادة خبراء ومختصين في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، خاطر احنا أنا بطبيعتي كنت أستاذ جامعي سابق، ونعرف أنه المجال هذايا ما يتقراش كان بالأساتذة الجامعيين، يلزم يكونوا موجودين مختصين وخبراء من الميدان، خاطر هم اللي يعرفوا المتطلبات الحقيقية لسوق الشغل في الميدان هذي. هذه حاجة مهمة. هنية الإدارة فهمة بالضبط، معناها كيكون الإدارة أو يعني كما نقولوا الرأس القائمة أو القائمين من الميدان، voilà. من المجال. بالضبط. من المجال. دونك فما الجانب تضمن جودة متاع تكوين، وهي حاجة مهمة برشا. الجودة هذه مطلوبة باش يكون الخريج الجامعة هذه يكون معناتها إنسان متكون تكوين أكاديمي يعني على أعلى مستوى، ويخول له أنه يدخل يجب يكمل تعليمه في التعليم. دوك أنت كي عرفنا بالجامعة عطيتنا برشا اختصاصات. بالضبط. يعني ممكن الأولياء أو الطلبة اللي يحبوا يستفسروا أكثر على الاختصاص نتاعكم ينجموا يمشيوا لكم، اللي هي الجامعة نتاعكم موجودة. بالضبط. الجامعة في لك الجامعة نتاعنا موجودة في المنطقة الاقتصادية خير الدين بالكرم، أو ما يعرف تو بالبحيرة 3. داكوردو، يجمو يتصلوا بينا ويجمو يجيو بحذانا ونزيدو نعرفوهم الاختصاصات هذوما اللي هما معناتها اختصاصات مطلوبة، و سي دي لي ديبلومي نتاعنا سون ترو سوليسيتي بار لي زونتربريز
في الامبوش. ils sont trop sollicités dans les entreprises d'embauche en Tunisie في تونس. ولكن اللي نعرف زاد كيف كيف انتم خممتوا زاد في العبيد اللي يحبوا يخرجوا لبرا. بالضبط. احنا بالتوازي مع التكوين الاكاديمي اللي نعملوا فيه في الجامعه نتاعنا نقوموا بتكوين تكميلي يتسمى، ويتمثل التكوين التكميلي في دورات تكوينيه. اول حاجه في التوسكي سوفت سكيلز، واللي هي حاجه مهمه برشا، اللي هي من شانها ان تطور من قدرات الشخصيه والمهارات السلوكيه للطالب. خاطر كيما قلت لك انا كاستاذ جامعي قبل نعرفوا مالوريزمون الطالب التونسي il manque de communication. والله هوني نحب بالحق معناها احنا في الدراسه نتاعنا واللي هي حاجه باهيه باش تخرج طبيب ولا مهندس، ولكن كيفاش تتعامل مع الحريف، كيفاش تتعامل مع مثلا باش تخرج باش تعمل اجتماع، كيفاش باش تلقى مثلا tu prends معناها une affaire négociation la communication هذوما الكل، كيفاش tu gères tes émotions، كيفاش معناها tu te contrôles معناها soft skills هذوما مهارات احنا نهتموا بركه شنو نقراو احفظ شنو في الكتب، ولكن فما حاجات انسانيه هذيش معناها soft skills معناها نوصلوا للاولياء او للطلبه انه في الجامعه نتاعكم فما اهتمام اكثر زاده بحاجات اخرين اللي هي ممكن قبل ما كناش نسلطوا عليها الضوء، لانه نقري واقرا طبيب واخرج ما تعرف حتى شيء على الحياه وعلى المعاملات بالضبط. الانسانيه بالضبط. دونك هوني فما تركيز على الجانب الانساني والمعاملات. بالضبط كما قلت لك هذه حاجه مهمه برشا. لاحظت انا كاستاذ جامعي وكما قلت لك المؤسسين للجامعه انه الطالب التونسي مالوريزمون كيف يجي في سوتنونس تاع بروجي فان ديتود يجي تراك exactly. كيف يجي باش يعمل ان اونترتيان دومبوش مع شيف دونتربريز كيف كيف عنده مشاكل تاع كومونيكاسيون معناتها ان بروبليم دو كومونيكاسيون سا مانيير دو سيكسبريمي ما هياش حتى اختيار الكلمات يعني كي تبدا في لقاء انت عندك اون افير تو فو تحب معناها تاخذ لافير هذيك فما حتى لي نيغوسياسيون كيفاش كومون نيغوسي معناها والا اختيار الكلمات او التسلسل في التقديم وهذه حاجه مشكوره ومتاكده اللي مهتمين باللي ميتيي دو دوما ويحبوا يلقاو بلاصتهم ويفتكوا بلاصتهم يعرفوا القيمه نتاع الحاجه هذه. دونك انتم مركزين عليها مركزين على لي سوفت سكيلز كيما قلت لك نجم نعطي اكزامبل دونك comment gérer son stress, comment prendre la parole en public, l'estime de soi. Ça, c'est des formations qu'on essaie d'assurer. C'est des formations. دورات تكوينية من طرف مكونين مختصين في المجال. والهدف منهم هو تطوير القدرات الذاتية والمهارات الشخصية للطالب. خلينا نقول اللي في الـ ESG Tech ننطق فيها صحيحة. ESG هي تتكتب اس او جي معناها المره الاولى انا اس جي اي تي سي اش فوالا يعني الانسان ماهوش كتب اكهاوره والانسان باش ينجح يلزمو صحيح يقرا معناها المات ولا يقرا سيونس ولا يقرا التكنولوجي ولا يقرا ولكن في نفس الوقت يلزم الاهتمام بالجانب الانساني وبالقدرات الانسانيه. بالضبط فوالا دونك وعندكم شراكات انترناسيونال. بالضبط حاجه اخرى دونك مهمه برشا زاد ونقعد ديما في التوازي ديما مع التكوين الاكاديمي. احنا نحرصوا انه on prépare nos étudiants à des certifications reconnues à l'échelle internationale. مهم. خاطر نعتبر انه هذه هي جواز سفر للطالب ولا للخريج نهار اخر اذا ينوي باش يمشي للخارج. يعني سا سي دي فورماسيون سي دي سيرتيفيكاسيون كي سون ريكونو على الانترناسيونال اي كي فون فاسيليتي سا موبيليتي فير لترونجي. على خاطر لي سيرتيفيكاسيون ناخذ اكزومبل مثلا نحن اوني ديجا اون اكاديمي بور اي بي ام سيسكو ا دبليو في اس و سي دي زورغانيزم انترناسيونو اللي كي تاخذ سيرتيفيكاسيون تاخذها من تونس ولا تاخذها من باريس ولا تاخذها من اي بلاصه عندها لا ميم فالور اي سا سي فريمون كيلكو شوز دو تري امبورتون بور ليتيديون دابور كما قلت لكم بور فاسيليتي سا موبيليتي فير ليترونجي مي اوسي بور فاسيليتي سون انتيغراسيون دون لا في بروفيسيونيل. نعاود نترجم للعباد اللي يحبوا يمشيوا يخدموا لبرا راهو عندكم معناها دي سيرتيفيكا انترناسيونال. فو افي بونسي ا سا خممتوا في الحكايه هذه. احنا فما برشا حاجات مازلنا باش نحكيو فيهم مهمين في المرات الجايه. دونك من عشان كان فما حاجه تحب تضيفها
لا هذا هو اللي نجم نقوله توا، وان شاء الله كما قلت انت في الحصص القادمه مازالوا فما برشا حاجات اخرى كيما لا فورماسيون الترنونس كون اسيور افيك دي زونتربريز بارتنير اللي هي حاجه مهمه برشا، وتو ان شاء الله تجي الفرصه كنا كاين نحكيوا فيها ان شاء الله. سي مهدي عمار شرفتنا ونورتنا، وميرسي اللي انتم فكرتوا في وليداتنا وفكرتوا في المستقبل، و جو بونس ان انتم دي بيوني دون فوتر دومين. يعيشك. مرحبا بك. نحب نختم بركه باش ندعي المشاهدين اللي يحب يتصل بينا، مرحبا بهم في المقر نتاعنا في لاك 3. في كل حصة من برنامج ألوان مع إيمان باش نكرموا فنان، اليوم الاختيار تم على الفنانة فايزة المحرسي. نخرجوا مع الفتير وراجعين. يا وقليل رقادي محرسي، فنانة تونسية محبوبة في تونس والوطن العربي، دخلت قلوب الناس بنعومتها ورقة تصرفاتها. بدايتها كانت من جربة البيا، فنانة تعبت وناضلت وأثبتت وجودها في عالم الفن. الناس حبوا صوتها ولكنتها وطريقتها وزادت طيبتها. فايزة المحرسي كانت صديقة الكل، هي اللي قالت صاحب صنعتك خوك. هي فنانة وإنسانة وهبت حياتها للفن والأعمال الخيرية. كانت أول من يشجع الحركات التضامنية في حياتها اليومية وحتى الفنية. النجاح بالنسبة لها ما كانش يقتصر على نجاح غنياتها، فرحتها كانت كي تفرح الناس اللي دايرين بها. فنانة رومانسية تعشق الطبيعة وتحب الألوان، إنسانة كلها طاقات إيجابية بعيدة عن الألوان الرمادية. هي غنت لنا عزيزة على الأمة، وإحنا نقولوا لها رك أنت اللي عزيزة علينا، وتوحشناك ونستناو فيك ترجع لنا لباس وتغني لنا غنيتك نحبها. وعليه نغير واحنا نقولوا لك احنا اللي نحبوك ولطف عليك يا دلولتنا، ويحسبونا طحنا تمزلنا فوق مطارحنا. يحسبونا طحنا ما زلنا فوق مطارحنا، يحسبونا طحنا يحسبونا طحنا يحسبونا طحنا. برقاوي ريدو، الأدريس اللي فيها تلقى الضخامة والأصالة والجمال. ستائر كلاسيكية بلمسات فنية. ريدوات مودرن بمواصفات عالمية. في برقاوي ريدو تلقى الأشوال كل في الألوان والموديلات، ريدوات للصالات، لبيوت القعاد، بيوت النوم، بيوت الصغار، وحتى للكوجينة وسال دو بان. لريدو برقاوي زينوا الدار ويرتحوا مولاتها، خاطر كل ريدو عنده نظام يخليك تتحكم فيه بسهولة بسيستم باتو إلكتريك اللي يخليك تتحكم في حلين الريدو تسكيرو بالكوموند، كيما لتخانج لون فانك اللي يخليوك بكوموند واحدة تنجم تتحكم في ريدوات شبابك البيوت الدار الكل وانت قاعد في بيت واحدة. مع برقاوي تلقى اللي تحلم به الكل، حتى لي زاكسيسوار ديكوراتيف كيما المرايات، الفرايات، لي كوفغولي، لي كوسان، واكثر من 3000 موديل للبابي بان. هذا الكل تلقاوه في بوتيك بيتك جوست اكوتي من السياج.
سوسيتي تخيط وتفصل تعلق وتوصل مع هدليل ما يفيش. انتي تعمل لافار من غير لا تخمم ولا تحتار، خاطر برجاوي تبعت لك ديكوراتريس للدار باش تنصحك شنو اللي لازمك تختار. برجاوي ريدو، الاصل والاصاله والجمال. الواحد كان تافع عايش في الاوهام. يا يا هيا يا 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 انتي دي يا يا ودوي يا 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 هيا يا 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 انتي دي يا يا ودوي يا انتي اللي تتحب من غير سبب، انتي الخطوة في ساقيك تسوى ذهب، ما تقدرش على المشي وفي عينيك ألف ثنايا في دنيا دي انت هي دوايا. سبحان معظم شنو يعطي العبد اللي في مكانه في وقته وزمانه والصحاح فيه بينه. أنفسك من الفتحة ما تموتش نفحة مسقية بالفرحة معاك مكمل صرحة قد ما نكتب كلم وباقي بذا الصفحة. انت الحلمة للواحد منها جميع يصحى فيك انفس ولا ما هوش عادي يبات الحس في بر كلم وهادي فيك جبال كلام الغادي من غادي من بعيد وسط سكتة تنادي. يا يا هيا يا 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 قليل الكتف اللي عليه تتكى علاش حياتنا خرجت عالسكة. زمان بكى ما بكى وليت فيل الزحكة اليوم صار شي ما يصيرش كل يوم لقيت قلب طير امام الخطوة محروم. هاتي ديك نمشي وعلى الغيوم فوق الصحاب نعيشو مع نجوم. ما عندكش علاش تتخبى يلا نمشي حتى بالدبا بليت لك ازين قبة مزروع انا ورا محبة صورني معك بالريشة في كل خطوة والدوليشة صورني معك بالريشة يلي معك تحلى العيشة. يا يا هيا يا 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 انتي دي يا يا ودوي يا 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 هيا يا 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 انتي دي يا يا مرحبا بك سماح. اليوم سوربريز لكل شكون كانت؟ كانت العزيزة بولا بيار، اتصلت بينا بنت ولدها وقالت لنا نحب نعمل سوربريز لماماتي وعزيزي. احنا ما كناش ملعكسين، اتصلنا بها نسقنا معاها ومن بعد مشينا لها سوربريز للدار. عندي ليك سوربريز اللي كانت تبقى في عادي. عسلامة. شنحويلك شنحويلك لاباس؟ يعيشك. سوربريز مناسبة قولولي. ياسمين ياسمين اتصلت بينا وحابه تعمل لك كادو وطلب الغالي الرخيص. شو يطلع منها؟ اش بنتي عايشكم يا مالغالي عايش بنتي ربي فضلك. الكادو نقول لك عليه، الكادو متمثل في إقامة فندقية من أهداء وكالة الياقوت للسياحة والأسفار.
ويكاند انت فصيل عربي. انت بوك العربي يا جماعه باهي باهي لله خاطري انا نمشي وحدي. ليه انت بوك عربي؟ ما قلتش روحي. وهي ما حبش تمشي زيد راه قالت خلي بابي ومامي. انت معايا تمشي مع ليلي هاك انت بوك عربي عاد وحق. الله يبارك لك صحه عايش ربي يفضلك وربي ربي يخليك وربي ينجحك يا ميمان غاليه يا بواسع يا بواسع. لاباسه؟ عايش عايش ما قعدوش انا نحكي عايشك سجلي سجلي مرحبا بكم اقامه فندقيه يا وين باش نمشيو هالاقامه فانا فوتيل فانا الاوتيل اللي تختاروا انت قلنا احنا طلب الغالي رخيص ربي يفضلك وربي يعيش يا بنتي تو نعمل ونخمم شويه ونقول لكم تو ما فاجئتوني بصراحه فاجئتوني يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطي الصحة للقناة اللي خمت شكون القناة برنامج ألوان اي وإن شاء الله شكون ضيفتنا أنت زادة احنا جينا قبل الضيافة احنا الكرم نتاعنا قناة التاسعة اي نشكر قناة التاسعة وأنا راني بنت قناة التاسعة قعدت سنين راني في التاسعة قعدت سنين سنين يا تاسعة سنين راني ما نسيتش العشرة ما نسيتش وما مانيش نكارت العشرة انتوما نسيتوني ما خممتوش فيا يا بيتي فكرتوني توا ما يسالش فكرنيك في اول حلقة ما يسالش ما يسالش مرحبا مرحبا بالتاسعة مرحبا ومرحبا بسبب عايشك انت عايزك. بنتي عاد انت ديما تخمم فيا ديما نتقابلو ربي يفضلك عايش ربي يفضلكم يخصي شكرا سماح على سوربريز اللي عملتوها لي وعلى الاهداء هذا بتاع الاقامة في اوتيلي باش نختاروا على مزاجي انا يعطيكم الصحة ونشكر زاد برنامج الوان ونشكر وكالة الاصفار يقود هكا محلاه الاسم اقامة فندقية وكالة اليقود للسياحة والاصفار يا عيني يا عيني شكرا عايشكم يا عزيزة ميرسي بوكو عايشك هذه الكادو نتاعك تفضل وهات بوسة كبيرة كيف كنتي عايشك عايشك يا عزيزي نشكر بالفول دي زادة لي على هدية زادة حتى انت سهل فيها الهدية عشان انت الغالية قولكم على خير باي باي دونك كل حصة باش تكون عندك زيارة كيفاش باش تكون كيفاش نتصلوا بيك كيفاش في كل حصة هو باش تكون يا فنان يا من المشاهدين يحب يتصل بينا على رقم 52700778 نسقوا معه احنا شنو السيربيز اللي يحب يعملها للبوه الخوه العزيز عليه الكل ونمشي ونعملوا له سيربيز نشكرك جزيل الشكر وان شاء الله في سيربريز اخرى ان شاء الله اليوم ضيفنا محمد الدهش ضيف غني على التعريف انا فرحانه برشا برشا انه اول حلقه يكون موجود معنا خاطر روحه تشبه الروح نتاع برنامج الوان برشا حب برشا عطاء برشا اول حلقه ماهيش حلقه سهله الابتسامه من اول الحلقه لاخر الحلقه برشا حب برشا عطاء رغم اللي مازال كي مر بفتره ماهيش سهله برشا مازال كيف قد حد عزيز برشا برشا على قلبه اللي هو الوالد بعد رحله كبيره من المرض مرحبا بك سي محمد وانا عايشك عسام الناس كل محلاهم البنات وانا بيان انتوري تو نحس في روحي ان شاء الله ربي يوفقكم هذه الحلقه الاولى وان شاء الله جاي خير يا ربي اي ودعنا الوالد في انا الحقيقه نحس بالفرحه خاطر حسيت بروحي قمت بواجبي على الاخر المرض مانيش باش نعترضوا على حكم ربي عاش اللي عاش وعمل حاجات باهيين في حياته باهي بو باهي قام بواجباته الكل كها وصل لعمر معين مرض السرطان من الدخان نعاود نقولوها وكنت انا معاه من اول ما سمعنا بالمرض حتى لين اربع شهور حتى لين توفى الله يرحمه وان شاء الله في الجنه هذا هو انا اول ما شفتك معناها التعب والمازال معناها اسبوعين مش سهل صدقني مش الوفاة هي اللي اثرت فيا اكثر من الفتره اللي عديتها خاطر تشوف في انسان قاعد يذوب قدامك وكل مره حاجه ما تمشيش في بدنه كل مره يد مره سقيه مره مخه
خذ عطاوه المورفين اللي هو دواء رهيب. ديجا كتبت عليه حاجات معناتها نكتب ما عندك وين تهرب كان للستيلو معناتها. شنو اللي قلت عليه؟ دواء رهيب على خاطر هو لا كونكلوزيون اللي هو يسبق المرض، مش المرض هو اللي قتل البشر، الدواء هو اللي يسبق باش ما يخليش البشر هذاك يسوفخ معناتها. معناها تعرف الاثار نتاعو الدواء هذاك، مي لازمك تستعمله خاطر ما عندك حتى حل. ويحيى العلم، يحيى العلم. دوك احنا باش نرجعوا للاعمال نتاعك محمد الدهش. انا سمعت اللي كان من المقرر والصوره نتاعك موجوده في عمل تلفزيوني كبير سنة، موجود في قناة فضائية، وكان الدور متاعك يعني الآخر لحظات، ومن بعد مشي لغيرك. وعليش معناها اللي هو في الفوندو خلينا نقول. أي الحكاية هذية ما نعرفش علاش، مش باش نشكي ولا حاجة، ما صارت برشا مرات معناها وقتها موجود انا نخدم في اذاعه، وكل مره وفما ناس بين التلفزه والاذاعه كما تعرف في الدومين، ويجي يقول لي مثلا، يقول لي انت سنارك موجود في المشروع الفلاني، انا فرح انا. بعد ما فماش، ومن بعد كريمو معناها ديز اسيستون قالوا لي راهو نشوفوك موجود وتصويرتك معلقه في الكاستينغ، ومن بعد من غدوه ما نلقاوهاش. صارت عديد المرات في شين واحده، ان شاء الله يطلع من اخير، ان شاء الله يطلع سحر وذهب. الدراما التونسيه ما خدمتش مسلسلات بالكل من 2012 لاجل عيون كاترين، ما حطيتش الساقي، ما نعرفش شنو الفينومين. خدمت كوميدي بيان سور، الكوميدي خاطر هي اصلي، هي الدخول نتاعي، هي البدايات نتاعي، وهي الحاجه اللي انا نعيش بها الحقيقه، ما نجمش نبعد عنها. ولكن نحب نسال انا انت بديت يعني التونسي عارفك دون ان ديو، علاش معناها التجربه نجحت؟ علاش معناها ما لقيتش، ما عودتش، مش حتى مع نفس يعني ينجم الانسان يكون يثري الكارير نتاعو، ولكن بما انه نجحت التجربه نتاع ديو، وديما الوحده في القوه واثنين يكونوا خير من واحد، علاش ما عودتش، ما لقيتش هالحد ينجم يفهمك باش تنجم تعمل مره اخرى ديو؟ هو ساعات اللي يكون الانسان ما عندوش تجربه، ويكون معناتها ما يعرفش قيمه الحاجه اللي هو فيها وقتها. اللي نجمت نعمله انا وقتها كوني اقترحت على فويت، قلت نعمل مسرحيه مادامنا اثنين وانا جديد وقتها في الدومين، مانيش خاطر مانيش متخرج انا مع عالم مسرح، عامل دي فورماسيون وحدي. وقال لي لا وقتها، فهمت؟ كي قال لي لا كان لي وشعتك حزت في قلبي، وقلت بون معناتها هذا دومين نتاع انديفيدواليزم، كل واحد يغرب على دربه. انا اللي نقولوا اللي هو الفنان معروف ما حساس، يعني احنا مثلا الناس العاديين يحسوا كما نقولوا 5 على 10 دونك الرياكسيون تاع هل انه انت من الفنانين اللي لي رياكسيون تاعك مثلا كي تعمل ان تي ركول تلقى روحك معناها تعمل دي رياكسيون صعاب قويين ما تتقبلش باغ اكزومبل ما تقراش؟ لا ناكلها ونتعدى، لا ما نعملش دي رياكسيون، ما نلوم حد على فعله، اما نتوجع برشا برشا، وكي ما تخرجش تقعد توجع اكثر واكثرين. ما عمري ما لومت ولا قلت علاش ما خديتنيش، ولا فما ممثلين حاشاك مساو يطلب المخرج يقول له يا اخي اش بيك ما عيطليش في الوقت اللي هو كاستينغ محترم، لازمك تستنى وقتك، كان وجهك والبروفيل نتاعك يمشي يتماشى مع الشخصيه تو يعيطوا لك. ما حاولتش تخرج لبرا؟ ما حاولتش خارج حدود الوطن؟ هو معناها كان بتصير حاجه من النوع هذايا راهو بالسينما مش بالتلفزه، خاطر مثلا انا ما عنديش مثلا شو تسمى هي شهره شعبيه ولا هذيك، معناها لي فيم تاع المسلسل نحب ولا ناكلوا، لي فيم تاع مسلسل رمضان عنده وقع كبير صحيت، عنده وقع عجيب يعني على الشارع التونسي، على الشارع التونسي، وتحب تقول حتى على دونك اوتوماتيكمون حتى على البر، ولكن في كادر صغير اللي هو ضيق نتاع السينما اللي خساره ما عندوش قيمه كبيره في بلادنا، اما عنده قيمه كبيره لبرا في مهرجانات في بلدان اوروبيه ولا عربيه ولا حتى اسيويه، يمكن انا يعرفوني اكثر من عباد اخرين. دونك فما خطى ثابته وشيخ على فات اللي
ما معناتها نخدم في السينما، اما زاده نتمنى ناخذ فرصه خاطر هو اسباس اسباس دو جو، كانك يحكم عليك ان انت ما تعرفش تلعب كره، هو عمره ما مد الكره، فهمت؟ هذيك اللي تغيظك شويه. دونك وي جي بزوان باش نخدم حاجه في الدراما التونسيه، نعرف اللي هي اسهل برشا من اللي خدمته في السينما. يمكن تنحكي مع السينما فما حاجات تحفونا برشا فرحان بها. اي انت توا راجع بقوه للسينما و فما مشهد عنيف من تسعة دقائق، يعني اغتصاب يعني 9 دقائق. فما فيلم ان شاء الله بتاع اخراج نضال شطة، لو غران نضال شطة، فيلم الفكره نتاعو هو اللي السينما التونسيه تتحرر بالحق، مش تتحرر بال تتحرر من شنو؟ تتحرر من اللي السينما معناتها ماهيش ما تلمحش، السينما ما تلمحش، مش كيما المسلسلات تلمح على حاجه، هو المسلسل تدخل الديار الكل المسلسلات يوريو في كل شيء ديجا، من السينما ما تلمحش، لازم يتشاف كل شيء. وهذايا حاجه جات في نقاش عادي، معناتها يا اخي جات الفكره والسيناريو كتبته امراه، ديجا امراه معناتها كتبت السيناريو، وقصة الاغتصاب هي قصة حقيقية صارت مرتين لنفس الطفلة من عند نفس الشخص بالصدفة. ولد فيلم. دونك سي اون هيستوار فيريديك. وي. انتوما جسدتوها جسدناها وبيان سور تجسيد العملية هذيك، عملية الاغتصاب كانت حاجة من أخيب ما فهمها في حياتي، معناتها ما نفهمتش بالحق، ما فهمتش كيفاش بشر خلقه ربي يشد عبد معناها سيكس اوبوزي، معناها انثى ولا ذكر ولا الله اعلم، ويعمل فيه الشر الشعف هذاك بالحق. معناتها الاغتصاب حاجه بشعه، معناها قلت لك تمثيله ما نجمناش، معناها على 12 يوم نعاودوا في نفس الحاجه، معناتها حاجه افخوز على الاخر. فما ثلاثة افلام موجودين تويكا سينمائي، ثلاثة افلام سينمائية موجودة بديت تصور فيها. هذوما يخرجوا ان شاء الله سنة، ما فما بين اثنين تاع نداء مازني حفايد، فيلم يخرج ان شاء الله سنة، وبونكور هذا تاع نداء شطة، وفيلم ايمان بن حسين زاد فيلم مهم برشا ان شاء الله يخرجوا سنة، وزاد تصوير سينما الحمد لله ماشي ان شاء الله تجيب نتيجه باهيه. والمسرح ما نجمش لابس كسوه وحاط يدي في جيبي ونحكي مع العباد وانا نقول عندي مسرحيه، سي با فغي، سا بو اتر وان مان شو، سا بو اتر اي، سميها حتى لاميا، ما تقولش مسرح، فهمت؟ شنو الحاجه اللي تفرح محمد الدهش؟ شنو الحاجه اللي تفرح محمد الدهش؟ لا جونيس، والله الشباب يفرحني، انا كي نشوف لي جون يتحركوا ويعمل حتى في حاجه غالطه يمحليه على الاخر، نحبه برشا ونحترمه برشا، يرامي روحه ما عندوش ديزابوي، وتلقاه رامي روحه في كيما الاولاد بلال وكل، معناها بالحق يخدموا هما وغيرهم، راهو مئات لي زيكزومبل. ودرنييرمون توا شفنا مثلا محمد علي التونسي سيغ سين، هو تتويج نتاع مرميده كبيره، صابر سيزار زاد. يعني الحاجه اللي تفرحك العباد اللي يخدموا، انا اسالتك شنو اللي تفرح محمد الدهش، شنو اللي حاجه تفرحك؟ والله الرقي يفرحني، انا نحب واحد يعمل حاجه يعقدني، نقعد نخمم كيفاش اعمل، يعني ديما دون لو دومين، في يعني الحاجه اللي تفرحك اللي هي في الحاجه في المسرح الفن، في السينما وي. الفن هو الفن اللي نقي نظيف. انا توا نحبك انت تقول لي شكون محمد الدهش، نعرفك مسرحي، نعرفوك فنان، اما انت مثلا تحب تعرف روحك كانسان كفن، شكون كومون تو بو ديفينير محمد الدهش؟ هذا سؤال، مش سؤال هو، ما نعرفش والله ما نعرف، انا روحي خلوات، شكونك؟ روحي ما عنديش راي، ما نستقرش على راي واحد، روحي مهبول، معناتها ما عنديش ليميت الحقيقه، ما عنديش عقد، فهمت؟ روحي متصالح ما فهمتش معناها ما عنديش عقد. ما فهمتش معناها ما عنديش عقد، معناتها بارابول الاغلبيه متصالح مع بدني، مع مخي، مع حركاتي، مع مسؤول على حركاتي،
مش نعمل حاجه ونقول ليه ولا مش بالعاني ولا يعني تنجم تقول بيديش. محمد الدهش اذا نحبوا نوصفوا محمد الدهش نقولوا محمد الدهش انسان مسؤول وي اي والحمد لله في نفس الوقت انسان معناها مش مجنون خاطر الفنان يعني بمعنى الجنون الفني وفي نفس وي. الوقت مسؤول هل نجموا نلقاو هذايا التناقض بين زوز الحاجات هذوما هو تناقض ولكن ما يصيرش فرد وقته توكا نهار تبدا مسؤول نهار تصبح مهبول وتتوافر الحياة وشنية الفترة اللي كنت فيها سعيد يعني أنت تقيم فيها اللي أنت كنت فيها سعيد جدا أنا هي الفترة والله من الأول وقتها معناتها أنا وصلت نلعب في زوز مسرحيات فرد وقت معناها وقتها فما مراجل لكاجو فور وزنقة نساء في 2013 كانوا يلعبوا زوز مسرحيات فرد وقت وكان احساس عظيم يعني كي نحبوا معناها توا انا كي سالت سؤال هذايا يعني السعاده يعني محمد الدهش ما يلقى سعادته الا في الخدمه وقد ما تكون فما مسرحيات يعني مش سهل تلعب زوز مسرحيات كل يوم ولا نهار بعد نهار نهار في مسرحيه هنا ونهار تو اون تران دو تورني هنا هذيك السعاده نتاع محمد الدهش الفرحه والسعاده الحقيقه وزاد عندي حاجه ما يقولوا لي ما تقولهاش مش باهيه ما نفرحش برشا كي نبدا تحت الاضواء الحقيقه نحب روحي في الباك ستيج ما نعرفش علاش نشيخ برشا كي في الكوتشينغ نشيخ برشا كي نعطي حاجات ونشوفهم صاروا ونشيخ برشا كي عبدي من بيا ويعمل الحاجه ذيك حتى كان مش مقتنع بها يعملها ونحسها عطات فرحته هذا هو معناها اسكو تحب تقول لي اللي انت بروشينمون معناها اذا انت تحب تكون في الكواليس مع او تكوتشي معناها tu veux être un metteur en scène وي وي لا ميز اون سين هذا وين ماشي تويكا دون ليكريتور ما نحبش نحصر روحي وي ليكريتور اما لا ميز اون سين حسيت روحي فيها برشا اما انا نستغرب يعني انت مسرحي نهار معناها ديما نشوفوك في المسرح كل توا انا نحب نكون في الباك ستيج تكتشف تلقى روحك في وضعيه اللي متمتع اكثر وانت تشوف في ممثل قدامك وقاعد توريونتي فيه وقاعد تكوتشي فيه وتعايش فيه مع الشخصيه وتزيدوا في حاجات من عندك وهو يعطي فيك بكل ثقه من غير حسابات وقتاش باش تخمم تكوتشي محمد الدهش هذا المشكل علاش معناها هذا المشكل؟ هذا المشكل، أنا ضايع مانيش مكوتشي روحي مليح. ضايع شوية هاي. ويقول لك ما تتزلزا معناها ما تصح الصدقة إلا ما دار الباب بلاش نجار. نجار الباب بلاش دار. تسمع؟ كيفاش وين؟ نجار الدار من غير باب. وين؟ نجار الدار. هذه نجار الدار من غير باب صحيح. نجار الدار من غير دار النجار من غير معنى ما فهمناه وصل سيبه كان تخرج من محمد الدهش وتشوف محمد الدهش محمد الدهش كيفاش ينجم يكوتشي محمد الدهش والله الثقه هو الليمون الوحيد هو الكونفيونس انا كي يجيني مخرج معناتها يعرفوني خدمت مع نعمان حمده خدمت مع توفيق جبالي برشا ناس معناتها نسيب روحي اكثر عبد شخصيتي نكرزيها وحدي خاطر ايش يقول لك هو معناها شخصيتي نكرزيها شخصيتي معناها في الفن يعني باش تخرج الشخصيه للمشاهد انت تغفصها تغفص روحك باش تخلي المجال للمخرج شو قداش فيها جينيروزيتي خدمتنا راهي اكزاكتومون قد ما هي باهيه قد ما هي صعيبه تنحي روحك باش تسيب تعطي المجال لانسان ما تعرفوش باش يعبي لك هو اللي حاجته به سي با ايفيدون انا نحس برشا بوتنسيال عند محمد الدهش شنو هو الحاجه اللي تخليك تقطع السلسل وتنجم تترشق نحب نسمع في الشارع خساره ما نشوفوكش خساره ماكش في المسلسل الفلاني خساره يبرى الفلان كلمه والله نحسك ما عندكش زهر نحسك مظلوم هذه ما عادش حاب نسمعها الحقيقه وشنو يلزمو يعمل محمد الدهش باش ما يسمعش الكلمات هذوما ماهيش مش معناتها مش انا مسؤول عليها هذا مش انا مسؤول عليها شكون المسؤول معناتها الناس ترى اللي كان وجودي في مسلسل هو نجم يكمل الحكايه وقت اللي انا كما قلت لك ساتيسفي معناها بين السينما والمسرح مستكفي الحقيقه وزاد فما لي زاتوليي نتاع المسرح اللي هما يخليك مع صغيرات يخليك ديما فريشك فهمت كاو هذوكم كماليات معناها اني قلت لك الشعبيه العامه ممكن يمكن نستحقها نهار من النهارات نحب روحي ستار الناس كل
شيخة بالحكاية اللي عملتها. يعني أنت تحب العبيد شيخين بالحاجة اللي عملتها، وأم أمتان أنت تحب تكون باك ستيج على روح. قل محمد الدي شنو الحاجة اللي يلزمه يعملها باش العبيد يخرجوا يكتشفوا الفغي بوتنسيال محمد؟ الاسباس، الاسباس معناتها مستحقين، مستحق اسباس، أنا مستحق اسباس في تونس، فضاء نلعب فيه، معناتها شخصية، لا 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 شخصية تقال الآخر على قد المقام على المصري. علاش ما تعملش وان مان شو وتكون انت لو نقلق يعني قلقي مش معنى نقلق وحدي سورسين نقلق ساعة ونص قاعد وحدي كل واحد ما نحبش، حب ماي عباد نتنفس نمس وشنو المانع؟ وينهم العباد وعلاش ما فماش مسرحيات؟ وي ليه هذاك تو يرجع المانع هي برودكسيون، فما حاجة راهو المسرح ماهوش مسرحية باهية وكهو كما عندكش إنتاج، عندك مسرحية خايبة مش متوسط وعندك إنتاج باهي راك تنجح، وقاعد يصير توا في البلاد هذي سي قوة برودكسيون، قوة برودكسيون معناتها قشي، معناتها دوسيات، معناتها فازات، فهمتني لطف علينا. فما مش نضيفة برشا السين. شنو رأيك في اللي صار في المسرحيات الأخيرة اللي صارت مع الكوميديين التوانسة؟ صار مع لطفي العبدلي مش مع الكوميديين التوانسة، صار مع لطفي العبدلي مش مع لطفي كهو تلكش؟ لا مع لطفي كهو في مسرح كارتاج زادة صارت. شكون هبطوا سيغسين؟ شكون دخلوا له في المحتوى؟ لطفي سلامين النهدي. يعني أنا نسأل أون جينيرال أنه خرج الجمهور ما عجبش أي جندوبي اسمها أي ان توكا. بالنسبه ل هذا لا فراجيليتي معناتها فما تهاون، فما نقول فما تهاون، وحتى المشاريع رمضان كل نورمالمون تدخل فيهم وزاره الثقافه. والله الوان منشو يوصل الجمهور يبدا خارج يقول لك انا اعطيني نضحك وكهو، فدينا وتغمينا ويا ربي نحب نضحك وكهو. ليه مدام المسرح مش تضحك كهو؟ سامحني معناها مش تضحك كهو، المسرح بنية كاملة معناتها باش تضحك باش تموت بالضحك، اما مش تضحك كهو. في الاصل اللي جاي اذا ماشي المسرحية كوميدية ماشي بشي اول مهمة هو انه انت يكون فما مينيموم نتاع ضحك، بعد تجي الحاجات الاخرى. انه ماشي انا مثلا تراجيديا لازمني نلقى تراجيديا، بعد الفكر يعني مستحسن يكون فما فكر، يعني ما يكونش فما فراغ، لانه قد ما يكون فما كما نقولوا تقولوا اون ستركتور، قد ما تكون البنيه صحيحه معك. قد ما نوصلوا للهدف نتاعنا بطريقه ارقى وبطريقه اعمق معك. وبطريقه احسن، هذا اكيد. وي بالنسبه اللي صار مع سيلم النادي موجود تحيه بطبيعه الحال، هو بالنسبه لي انا معناتها ثقه نحات، معناتها انا بار اكزومبل كان ما نجمش نمشي ما نقصش باش ندخل لمينادي باش نضحك كهو، نجم ندخل نتفرج في 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 70 سنه معناتها واقف قدامي، نجم ندخل نتفرج في انرجي عظيمه معناتها ما يخلت لها حتى كان كاستي وتونس كامله ما يقف حد درجين سيغ سين، معناتها فما حاجه اعظم وانبل من الضحك. اذا كان غاب الضحك ولا مثل مش في فورمه ولا كذا ما يصيرش نعديو لبعضنا، احنا ماش نعديو جوستومون، هذه المشكله. اللي يغلط ياكل على راسه ويتنسى كاريره كل، معناها 50 سنه تلوحوا في الزبله وناس تخرج من قدامه ومثل هذيك توجع الا ما ماتش الراجل معناها توجع توجع برشا، حاجه انسبورتابل. انا يمكن نموت معناها يخرجوا لي كم هكاك من عباد تحس بروحك سي مشيت. دونك هذه من الحاجات اللي تنجم تخوف برشا محمد الدهش، انه يدخل يعمل مسرحيه والجمهور يخرج من المسرحيه. وي تخوفني ديما، وما تنجم تكون كانوا قواسي بها وتدخل بها وتخرج بها وترقد بها وتقوم بها. اذا هي حاجه تخوفك، هل هي تخليك تخدم معناها تقوي تعلي في الباغ، والا تخاف وما تخدمش؟ لا لا ما فماش تخاف، ما فماش تخاف، ما فماش تخاف. هي الرهبه نتاع المسرح والخوف هذاك تبدا تلوج عليه، معناها الادرينالين هذيك والصوت اللي ماكش تراه في الدنيا كحله ظلام وانت تسمع كان في صوت الجمهور، والدخله اللي تدخلها حاجه احساس كيما ما يتحكاش، معناها يتحس الخوف معناتها ردين البال. نقول انا ما عادش تزرب، ما تزربش، ترد بالك، تعرف لوين تتجه. اما انا توا مثلا عندي مشكله عويسه مع الخطاب للشعب التونسي، شنو يحبوا التوانسه بالحق،
اسكو يحبوا كيكي كيكا كاكا وكيكي كيكا كاكا ولا يحبوا نحكيوا حكايه وتو نضحكوا؟ ما تزربش ما تزربش على الضحكه تو نضحكوا تو نشيخوا. ابارامو ولا يستسهل برشا التونسي يحب كيكي كيكا كاكا حتى هيك كاكا فهمت؟ والله اعلم. اخر سؤال باش نوفى بيه، هل محمد الدهش صعيب برشا كتوم برشا ما نعرفوش على حياتك؟ انا عندي معلومات لكن مش باش نتدخل في حتى شيء، ولكن نعرف اللي كتوم برشا فيما يخص حياتك الخاصه وما تحب حتى شيء يخرج للاعلان والاعلام على حياتك الخاصه. يختاروا عائلتي نهار اللي يحبوا يخرجوا هما يختاروا. معلش علاش نحكي على مثلا على ولدي ولا على مرتي ولا على امي وهي ما اختارتش؟ احنا نعرفوا اللي عندك ولاد. عندي ثلاثة وليدات. ثلاثة وليدات. ثلاثة وليدات. توا أحمد 15 سنة عمره ويحيى 12 ويعقوب 7 سنين. وشنو علاقتك مع أولادك؟ هي 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 الأب المسيطر، الأب اللي يخاف برشا على أولاده، الأب اللي يحكي برشا مع أولاده. ما نخافش برشا وما نحكيش برشا، فما ديكود نتفاهموا فيهم. فما حديث نتاع رجلة ديما حديث نتاع رجلة، نقول له مهما كان قريت ما قريتش كذا ديما راجل تكون راجل، ما تسلمش في حقك. وما نحبش نقول ابعد على الفن، على خاطر هذه اكثر حاجه توجعني مع اولادي، نحسهم ديزارتيست من داخل وانا ليومنا هذا عامل روحي ما في باليش. انت تو كي تنصح اولادك تقول لهم ما تسيبش في حقك. هل محمد الدهش ما يسيبش في حقه؟ لا يسيب. كيفاش تنصح اولادك تقول لهم سايب في حقك وانت تسايب في حقك؟ انا ديما نقول ترميناتور، معناها انا باش نعيش مثلا 200 سنه، خاطر انا نعيش مثلا 70 والحبايب الاخر يعيش 70 هذوما 140 فهمت؟ دونك حقي تو ياخذوه لولادي ما يسيرش. ما عنديش طريقه، ما عنديش فاسون ناخذ بها حقي، يا نهيج فيرسو انا يا معبي يا فارغ، دونك ما عنديش لا مانيير. ماذا بين ولا دبلوماسي شويه الفيرسوية معبية فارغة، ما يحب برشا الحرية نتاعو. حرية ما نجمش يعيش إلا ما يكون انديبوندون. هذه حاجة دون تاتش. الحمد لله أحرار. فري. خذيت سكوب. نجمت نخرج سكوب. نشكرك جزيل الشكر على الجينيروزيتي نتاعك، على الوقت نتاعك. مازلنا مواصلين مع فقرات برنامج الوان، ومازلنا نعطيو في لي بون نوفيل للتوينز، خاطر ني توا باش نستقبل مدام الينا. مرحبا بك مدام الينا. عيشك من عيشك. الوغ فوز انت ماكش تونسيه ما تحكي بالتونسي؟ بيان سور. فوالا دونك فوز روس ما تحكي بالتونسي، يعني عندك برشا مده بحذانا في تونس. في تونس عندي فوق 30 سنه. فوق 30 سنه. حلوه تونس. حلوه وجميله. ويحلو العيش فيها، حلوه معناتها يتعاش فيها. اي برشا حاجات مزيانين في تونس بيان سور. تتكلم بالكدي ولا تفهم؟ لا لا نتكلم نتكلم. مش عربيه فوسخه، مش عربيه فوسخه، تونسي. تري بيان. دونك بخلاف اللي انت مدام الينا قاعده تعيش في تونس، ولكن كيف كيف برشا توينسا يحبوا يقراوا البرا، دونك انت عندك شركه سيزس. 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 الوغ سيزس. الوغ هذه الشركه تخرج الطلبه، تعطيهم فرصه ان هما يخرجوا يقراوا البرا. وي. فوالا. شنو البلدان اللي يقراوا فيهم البرا؟ برشا بلدان، برتيك مول اوروب الكل، عندنا امريكا كندا، وفي الاوروب فرنسا ايطاليا المانيا سويسرا انجلترا. تخبي. تو باش نبداو لازي. برشا طلبه شاركوا بعضهم. برشا. عندي 24 سنه خرجوا ابوبري 6000 ايتيديون، 6 ملايين. 6000. بالله وش عملتوا في الحرب بتاع اوكرانيا؟ بعثتوا لاوكرانيا فما اوكرانيا خدمنا برشا، انا ديجا كي بديت نخدم معناتها بديت معناتها من روسيا اوكرانيا معناتها 24 سنه. كي صار الحرب شنو عملت؟ صار حرب روحنا بيهم في جمعتين الاولانيين تاع حرب، عملنا روحنا اي اي عاونا وزاره خارجيه وزاره التعليم في جمعتين خرجنا الكل، خاطر اكثريه توانسه لي زيتيديون غادي معناتها لي زيتيديون مشاو لطريق سوسيتي تاعنا. فهمتني معناتها خدمنا خدمه كبيره. كي يروحوا لهنا شو بعد كملوا قرايتهم شو تعملوا لهم؟ لا لا تو باش معناتها فما شكون باش يقعد يقرا اون ليني مع اوكرانيا، خاطر خرج قانون معناتها اللي شكون خاب يقعد في اوكرانيا يقرا اون ليني. وبرشا معناتها جاونا باش ناكلوا معناتها نعملوا ترانسفير في بيي الاخرين. إلى بلغاريا، مولدوفا، صربيا. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة.
خدمة صعيبة برشا، حتى اللي راوخوا ما بيرتربي ما يعرفوش شنو باش يعملوا، باش نقعدوا باش تشوفوا حرب، سي سا فهمتني، هذاك اللي بيرتورباسيون كبيرة، أما سافا نجم نكون ريوسي الحمد لله. لازم نيفو باك لازم بيان سور اللي باش تقرا ميديسين لازم باك، اللي باش تعمل انجينيورا، اما فما ناجحه ادميه اي وفما حاجات نجم تعمل بلاش باك، ما تمش شوا كبيره كيما بالباك، اما فما لي فورماسيون، فما في كندا في اسبانيا في المانيا، فما لي فورماسيون تاع شنو باغ اكزومبل في كل شيء، ما تاع فورماسيون كيما في تونس بالتي بي ولا بالتي اس اي هذاك تنجم يعملوا لبرا اكثريه بلاش باك، ما انا جو كونسي ما تاع بلاش باك يمشيو كندا واسبانيا، هذاك لي دو بي ما تاع بلو فاسيل مثلا فما شوا اي تقبلوا ماي اي فما في غدا في روسيا فما بلاش باك، اما سي با انا مونا في انا روسيه ومسي با انتريسون في روسيا يمشيو بلاش باك فهمتي، اما اللي انتريسون بالنسبه للتونيزيان متى كندا واسبانيا هذاك كونسي بيرسونيل وسكنه غادي لا هذاك ما فماش مشكله، عندنا بارتو متى البرجمو متى والفويي واللي عندنا لي زابارتمون لي ريزيدونس متى المسؤوليتنا متى احنا نحاولوا نخدروا كل شيء متى يتديون اللي يمشي ما مش باش يوقت اللي في اوتيل اللي في لي في اوتيل اللي في متى في لاغار معناتها فلوس غالي باش يمشي انت والبلاد مش كل مش مش كيما روسيا مش كيما امريكا مش كيما اسبانيا مش كيما كندا انت وسوم احنا كيفاش متى يجي يتديون متى انا نس متى نشوفوا بروفيله وشوفوا متى هو فلوسه بيان سور وفينا لغه خبيقرا خبيقرا بالفرنسي بالانجليه ولا باللغه ونعطيو لي بروبوزيسيون وكل وقت يختار شنو اللي عجبو هو والميزانيه نتاعو هو الميزانيه اي واللي شنو خبيقرا مدام لين تو ما خليتو ما تعملوا مع لي زيلف تاعكم بركل اما كي توصلوا غادي التقدير انتم قضية شهر ولا كيفاش يتكلموا بصراحه كاين ساعات نمشي مع لي جروب انا اول نارين لولانين نمشي معاهم بالشريف من النوع هذاك هذاك هو كي نمشي كيكا يتسير دونك فما فورماسيون وليس اللي نمشي انا مع جروب مش ديما جو سي با اوبليجي متى نقولهم لعبات متى مش ديما كي اما ما دبي نمشي متى مش نمشي لجروب كبيره ما دبي نمشي معهم حتى اللي نقعد في بيرو اللي بارون تكلم معايا وين ولدي وين ششري وين ركنت ما دبي نمشي انا مرتاح وهم مرتاحين دونك عندك سؤال ملكة بالنسبه للونغ لازم يكون يعرف اللونغ بتاع البي هذيك ولا فما لي بي اللي فما لي متى سورتو ميديسين برشا يقراو متى باللونغ دو بي اما تاو برشا فما الفرنسية و الانجلية اما انا عملت رمارك سورتو سيت اني توانسة وليت في انجلية خير من فرنسية وليت يجي و ماتا برشا الانجلية ماتا لي دومون بالانجلية وليت اكتر برشا و بتري بون نيفو ماتا في بدو في عندهم بالقدام برسمية مش كيما 20 سنة تالي ليه ليه مش كيما 20 سنة تالي عالمية بالانجلية ليه 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 تونيزيان عندهم بالبتالي بالموزيكا عندهم ثلاثة كيلك زاني اي ماتا انا عملت رمارك سنة اما برامو دو تروازون خط عملت لي زوفر 10 سنين تالي بالانجلية برشا و لي زوفر بيهين بالبورس ما فماش لي دومون باندومش انجلية اما تاو خير من فرنسي Voilà. Donc, je vais m'amener à Hausel. Donc, في شركة سيزس الطلبة اللي عندهم باك وإلا ما عندهمش باك ويحبوا يقرأوا في الخارج يجيوا المدام إلينا في شركة سيزس. أنت تتكفل بكل فيما يخص السكن، فيما يخص الطيارة، فيما يخص معناها تعطيهم اقتراحات وين ينجموا يقرأوا. إذا واحد مثلاً يحب يمشي لإسبانيا تقول له أنت في إسبانيا فما هوني الجامعة هذية، فما هوني تنجم تعمل فورماسيون، فما هوني وتعطيه معناها كما نقوله تعطي أن باك يكون بأقل الأسعار من أنه إنسان يمشي وحده. فيما يخص الفيزا معناها زادة كيف كيف فيزا احنا نعمل بروسيدور فيزا اما انا ما جي با لو دروا باش نعطي غارانتي لو فيزا هذا كلام بساط اما احنا بالاكسبيريونس نعرفوا كيل دوسي ماتا بلوس دو ماتا انا ما صادنيش نداي فيك 3 4 شهور وبعد وجي وقت يا خوري فيو اما انا ما نعطيش غارانتي 100% فوالا معناها انت تسهل برشا لانه الدوسي كي تقدموا معناها شركه سيزس تقدموا هي تعرف بالضبط شنو المطلوب وشنو الأوراق دونك الطالب بالحق معناه يبدأ مرتاح إذا هو معناه عنده إمكانية ولا يحب يمشي يقرأ البرك يبدأ موجود معكم في شركة سيزا توفروا له كل التسهيلات باش ينجم يقرأ وخاصة أهم حاجة أنه الولي يكون مرتاح ومطمئن على ولده على خاطر واحد تبدأ بنته مربيها عمره 18 سنة وبعد في يوم وليلة تمشي باش تقرأ البرك الحقيقة الأم وإلا الولي الخلاص قبل ما ياخذ الفيزا ولا بعد خلصت شنو خلصت لي زيتود يحتمل يخلص وبعد لا 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 انت والكونديسيون لامباساد
كيستيون باهي برشا. انت ولا امباسادة خاطر فهمك امباسادة اسبانيا وتطلب ما تبش وقت يخلص قرايته قبل خاطر وقت ياخذ فيزا وبعد ما تخلصش الكل. لا 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 انت ولا امباسادة مثلا كندا سفارت كندا لي سفارت كندا كل وريني اللي انت عندك فلوس كي تاخذ فيزا وبعد تخلص. اسبانيا لي فرنسا كيف كيف تاخذ لافونسا انت والبي ماتا انت ولا امباسادة شنو الكونديسيون فهمتي ما فهم لي كونديسيون ماتا مهم برشا انه احنا نعرفوا انه شركه سيزس خرجت تقريبا 6 ملايين يعني احنا تقريبا 10 ملايين فما ساعات تقول 12 مليون اما فما 6 ملايين تونسي خرجوا على مدى 24 سنه دونك فما تاريخ فما ناس يعني خرجوا لبرا وديما يعني يحكيوا على شركه سيزس دونك شركه سيزس ديجا العباد اللي خرجوا وقراوا يحكيوا عليها ومعناها وصيتها معروف انه من احسن شركات كريبش نخرجوا كريبش نخرجوا لاولادهم فوالا فوالا 24 سنه عليها متى خسبت انا اللي مات متى كاملوا في 18 19 سنه ديجا كاملوا فما شكون مشى يعرفوا مع بعضهم برا وارثوا متى غادي توانسه عرفوا كراسه سيزياس وارثوا وجابوا صغار كريبش يجيونا اكيد فما برشا توانسه عندهم اسئله اخرين ماذا بينا كان معناها تبعثوا لنا بلي كيسيون تاعكم نحن نقولهم شكون موجودة معنا مدام إلينا في حصص قادمة وأكيد اللي عنده سؤال ينجم يبعث لنا على الباج ألوان مع إيمان وأحنا في الحصص الجاية نسألوكو أكيد أنت باش تجاوبنا وتوضح لنا باش الأولاد متاعنا وأولادنا فلذات أكبادنا كيمشيو ونبداو مطمئنين عليهم باش يقراو ويحصلوا المستقبل متاعهم. شكرا جزيلا مدام إلينا. عايشك عايشك ميرسي بوكو عايشك ميرسي بوكو. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقة شفما مالك ريميرسيمون اوكي ساعه وين حضر في روحي ريميرسيمون شكون باش تعمل ريميرسيمون دونك ميرسي خاولة سليماني على المكياج اللي ماكيوز وليد بروفيسيونيل عجبو برشا المكياج وليد عجبني الحقيقه وخلي خو راحتي ريميرسيمون لماما البابا لعيلتي الكل اختي ساره اختي منال عيله كامله نحبكم برشا محمد ايش عندك ريميرسيمون انا متغشش برشا على خاولة سليماني كاش ما كجيتليش نتحوم رانا وكذا ما ضويتليش ان شاء الله مبروك انا جو ريميرسي خلوده وضح لي تصويرتي شويه الطقس اليوم سخون ان شاء الله ربي يخفف علينا ميرسي بوكو ايمان وان شاء الله فيما خير وما احسن وما اقوى وميرسي ليك انه قبلت دعوتنا وان شاء الله الاسبوع الجاي باش تكون موجود معنا ان شاء الله ان شاء الله سامحك لي دين شكون شكون باش تعمل؟ شكون ريان دو بوتي ميرسي بوكو على الميكاب ميرسي لطيفه بن سعيد على اللبسه وميرسي لكم انتم الكل. نانا زكيه نحب نشكر جدو على الميكاب دارتيست اللي عمله لي وديما جدو عنده اللمسات نتاع الجمال والرقه. نحب نشكر كما البقلاوه بالضبط هذاك علاش نحب جدو نحب المكياج نتاعو ديما عنده لوك نتاع فينيس. نحب نشكر برشا ونشكر زد اللمه نتاعنا الحلوه اللي بفضل ايمان اللي احنا هوني في الوان انا زاد نحب نعمل ان ريميرسيمون فما برشا عباد وقفوا معنا باش نجمنا نامنوا البرنامج هذايا من قلبي نشكرهم نقول لهم ميرسي كيف كيف نحب نعمل ريميرسيمون البابا نقول له نحبك ياسر 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 نحب نعمل ريميرسيمون لامي نقول لها زاد كيف كيف ميرسي نحبك برشا برشا عاطف الارتيستو نقول له ميرسي على اللبسه على المكياج والهير ستايل وكيف كيف نعمل رميرسيمون الاوت كوتور ايميل هكا نكون وصلنا لنهايه برنامج الوان مع ايمان نعطيكم موعد ان شاء الله نهار الاحد الجاي من نص النهار لماضي ساعتين كونوا في الموعد باي باي Jerusalem. Zuhambe nami, zuhangishila na Jerusalem.